بدأت أعمال المؤتمر الثاني لمجلس القوى الديمقراطية في إيران في مدينة كولونيا الألمانية بمشاركة الأحزاب والمنظمات المعارضة للنظام الإيراني. وطلب المؤتمر المجتمع الدولي بدعم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة من أجل تسريع إسقاط النظام. وقال عباس خورسندي المتحدث باسم المجلس إن الشعب الإيراني لم يعد يطيق الاستمرار في الدكتاتورية، وهذا ما جعله ينتفض أمام النظام الحاكم. من جهته أكد الدكتور كريم عبديان القيادي الأحوازي أن التحرر من النظام الحالي أصبح ضرورة تاريخية لا يمكن تجنبها، إلا أنها تتطلب وحدة المعارضة.